بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناة حوح 1980 فول 2، حيث سوف نتعرف على كيف بإمكانك تفعيل ميزة يعني الاتصالات المجانية الجديدة على الواتساب، بعد أن قامت يعني الشركة بمنحة الخاصية لبعض المستخدمين في أمريكا بالتحديد، حيث يتعين مثلا حتى تظهر لديك أيضا يعني هذه الميزة على هاتفك أن يتصل بك شخص في أمريكا بالتحديد أحباب في الله بطريقة رسمية، يعني في انتظار أن يتم تعميمها على جميع المستخدمين. لكن في هذا الفيديو سوف أريك طريقة لتجربة هذه الميزة على هاتفك بطريقة غير رسمية، حيث سوف تحتاج إلى أن يكون لديك الروت في هاتفك الأندرويد. لا أعرف يعني لماذا بعض الإخوة الكرام يصبح يعني الروت لديهم يعني شيء صعب، رغم أنني وضعت يعني مجموعة كبيرة جدا من الشروحات، يعني سواء كان عبر التطبيقات أو عبر بعض البرامج. فنفس الطريقة أنا شخصيا أستعملها لمنح صلاحية الروت لهاتفي أيا كان هذا الهاتف، بالتالي سوف أضع لكم الروابط أسفل الفيديو. بعد أن تمنح يعني هاتفك صلاحية الروت، سوف تذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بالواتساب، سوف تجدون أيضا الرابط أسفل الفيديو، وتقوم بتحميل يعني النسخة الحديثة يعني من الواتساب، ثم تقوم بتثبيت على هاتفكم، ثم في الأخير تقوم فقط بتحميل هذا التطبيق الذي يدعى تيرمينال ايمولاتور فور أندرويد، سوف تجدونه في بلاي ستور، سوف أضع لكم أيضا الرابط أسفل الفيديو. بعد تحميل هذا البرنامج ثم فتحه، تقوم بوضع الأمر سو، سوف تجدون جميع الأوامر يعني كما تشاهدون الأمر سو، ثم الأمر سو بطبيعة الحال لأخذ يعني صلاحية الروت يعني أو نعم لأخذ صلاحية الروت من أجل كتابة يعني الأوامر التي سوف نستعملها لتفعيل يعني ميزة الواتساب على هاتفك. ثم تضغط هنا يعني على إنتر بعد وضع سو، ثم تضغط على إنتر. الحين سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل، نقوم بالضغط هنا لأخذ يعني صلاحيات الروت، ثم بعد ذلك أحباب في الله سوف تقوم بكتابة هذا الأمر الذي سوف يكون طويل، لكن إذا كنت لا تشاهد بشكل جيد سوف أضع لك أسفل الفيديو. الأمر هو أم بهذا الشكل، ثم ستارت عليك كتابته بشكل بشوي بشوي، ثم شرطة، ثم إن بهذا الشكل، ثم كوم، ثم بونتو، ثم واتساب بشوي بشوي، ثم سلاش، ثم مرة أخرى يعني واتساب على ما أعتقد، لا يعني بهذا الشكل كوم، ثم بونتو، ثم واتساب. الأمر طويل نوعا ما كما تشاهدون، ثم في الأخير بونتو، ثم شر يعني حرف كبير هوم بهذه الطريقة، ثم يعني اكتيفيتي بشكل يعني كبير اكتيفيتي بهذه الطريقة كما تشاهدون. طبعا الأمر يعني الطويل الذي شاهدتموه سوف تجدون أسفل الفيديو، ثم تضغط على إنتر ولاحظوا معي تم فتح مباشرة الواتساب، وهذه هي الميزة أحباب في الله كما تشاهدون في الأعلى كارل. طبعا الحال بالضغط عليها وعلى أساس يعني الاتصال بأي شخص مثلا صديق لك فتضغط هنا، لكن إذا لم يقوم بتفعيله هو فلن تستطيع الاتصال به. والمضمون يعني هذا الدرس أحباب في الله أنه عليك مثلا إذا كان لديك صديق عزيز عليك أخذ يعني الفيديو الخاص بي يعني الذي شرحت فيه هذه الميزة، وقل له أن يتبع نفس الخطوات، ثم بعد أن يتبع هو الآخر نفس الخطوات وتظهر له يعني هذه الميزة، فقط يعني يضغط هنا ثم تضغط على كونتاكتو ثم تتصل به مباشرة أحباب في الله. هذه هي شكلها يعني هو الشكل الذي سوف تكون عليه كما تشاهدون. بعد بطبيعة الحال بعد الضغط على كالونا وثم اختيار الصديق طبعا سوف تظهر لا يعني الميزة في الأعلى، ونتضغط على كال وسوف يتم يعني الاتصال بأحباب في الله بهذه البساطة. لكن يجب عليه أن يقوم بتطبيق نفس الخطوات التي شرحناها في هذا الفيديو أحباب في الله. فأتمنى أن الدرس قد أفادكم، شرحنا كيف يمكنك تفعيل هذه الميزة
بشكل غير رسمي في انتظار أن يتم تطبيقه على هاتفك أيضا يعني، وعلى حسابك على الواتساب أيضا. طبعا في كل مرة تريد يعني تفعيل هذه الميزة والدخول إلى هذه الميزة فعليك كتابة هذا الأمر وهذه النقطة السلبية. إلى غاية الآن يعني لا توجد أي طريقة يمكن لك يعني تفعيلها يعني وسوف تدوم يعني لك دائما عندما تفتح مثلا الواتساب وتفتح معك هذه الميزة في انتظار بطبيعة الحال أن يتم تفعيلها على الجميع. لكن إذا كنت تريد تجربتك كما ذكرت فقم بعمل نفس الخطوات، الأوامر والروابط سوف تجدون أسفل الفيديو. حاول مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك لتشجيعنا دائما، وزيارتنا على موقعنا دول فيديو الفيديو .5.com، والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوالفوت981 فول. في أمان الله.